يا دكتور جو كراسي الملوك ده مش عاجبك؟ يلا بينا ننزل على الملوك. حلو كده يعني؟ اه كده حلو اريح. النهارده هنعرفكم الاستغلال الامثل لقناتنا على اليوتيوب. قناتنا بتتقسم لثلاث اقسام، اولا قسم تعليمي خاص بدكاتره العلاج الطبيعي، واللي هيكون فيه مجموعه من ورش العمل والكورسات زي الفاسيليتيشن اوف مايلستونز والجينيتك سندرومز والان دي تي. ثانيا قسم عالج طفلك بالمنزل، واللي هيكون فيه مجموعه من الفيديوهات التعليميه لامهات الاطفال لعمل البرنامج المنزلي المساعد لجلسات العلاج الطبيعي بالمركز زي حل مشكله التبول اللا ارادي عند الاطفال وسيلان اللعاب من الفم. ثالثا قسم طبيبك بين ايديك، واللي بنجاوب فيه على تساؤلات الامهات وبنشرح فيه بعض المواضيع العامه زي التشنجات عند الاطفال والتعريف بالشلل الدماغي. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس.